إذا اليوم نحن هنا في هذا اللقاء اللي ندمته اللي كان مجلس وطني للصحافة واللي كان اعتبروه بالطبع مهم جدا لأن في إطار النقاش العام اللي داير حول يعني دور الصحافة مستقبلا وبالطبع فتحنا مجموعة ديال المجالات. شكرت استغليت الفرصة باش نشكر يعني الدور اللي لعبته النقابة والجمعية في التطوير يعني حتى الإمكانيات الموجهة للصحافيات والصحفيين يعني كنتكلم على لو سميك جورناليستيك. بالطبع الوزارة القطاع يعني ديال الاتصال مع المالية هم يجتهدون باش يقويوا حتى الإمكانيات الموجهة للمقاولات الصحفية، ولكن لابد أن نتكلم على هذه النقطة اللي هي مهمة جدا هي الإشكالية ديال التكوين والتكوين المستمر يعني لا فورماسيون كونتينيو وخاصة في إطار التطورات اللي كيعرفها العالم والدور اللي بغينا نعطيو للصحفيات والصحفيين والمقاولات الصحفية على الصعيد القاري والدولي، لأن هنا اليوم كيف ما كتعرفوا كاين هناك خصوم للوطن، وكنعتقد بأن الصحفي الوطني الصحفي المغربي هو اللي يقدر يوصل الرسالة حقيقية. بالطبع يمكن يكون هناك نقاش حاد وطني داخل ما بين المكونات يعني الحزبية أو المكونات المجتمعية ديال المغرب، ولكن لابد أن نوصل واحد الرسائل يعني حقيقية على التطورات اللي كيعرفها البلاد منذ دابا أكثر من 20 سنة، وهذا الرسائل حتى السياسية بالنسبة للقضية الوطنية وقضايا أخرى مهمة توصل للعالم عبر الصحافة الوطنية، وهذا هو الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه. وبالطبع الشق التكويني هو مهم جدا في هذا المجال. Bien structuré comme ça, quelles que soient les nouvelles politiques qui interviennent, nous aurons toujours.